أهلا بكم من جديد. ننتقل إلى ملف الأسبوع، وفيه أجرت الزميلة هديل البلبيسي لقاء خاصا مع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال آل سعود المشرف العام على مبادرة نلبي النداء الخيرية، حيث أشاد سمو الأمير تركي خلال اللقاء بجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في تقديم الخدمات المختلفة لاستقبال اللاجئين. الآن نترككم لنتابع سويا اللقاء الذي أجريناه صباح اليوم مع سمو الأمير تركي. أهلا بكم إلى ملفنا لهذا الأسبوع، والذي يسرنا ويشرفنا أن نستضيف به صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز للحديث، وهو المشرف العام لمبادرة نلبي النداء، للحديث أكثر حول هذه المبادرة. سموك أهلا بك. أهلا بك. يعني بداية، ما هي مبادرة نلبي النداء؟ ما هي الظروف التي مثلا أجبرتكم أو دعتكم لإنشاء هذه المبادرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي عبارة عن جهد إنساني متواضع نبع من بلادنا المملكة العربية السعودية، تمشيا مع الخط اللي ماشي عليه قيادتنا في تحفيز الناس على العمل الجماعي التطوعي، وهو الوقوف مع أخواننا في الأزمات والكربات في الدول المحيطة بنا لأسباب ما تخفى عليك. صحيح. طب ما هي الفئات المستهدفة بهذه المبادرة؟ كل من وقعت عليه كربة من كربات الدنيا، سواء كان من حوائج الناس المختلفة أو وقع عليه ظلم يحتاج إلى رفعه، أو وقعت عليه مآسي الحروب يحتاج إلى إيواء. هذا تقريبا هي المجمل الأفكار اللي تدور حولها المبادرة. إذن لا تقتصر المبادرة فقط على اللاجئين السوريين؟ لا أبدا، اللاجئين هي الجهد الأساسي للمبادرة، هي داخل المملكة العربية السعودية. نعم. في مجالات متعددة، أما في الدول المحيطة في الذات وقت الأزمات زي ما حصل مثلا وقت الانتفاضة الفلسطينية في فلسطين، انتقلنا إلى هناك وعملنا عدة مشاريع داخل فلسطين وداخل غزة. في حرب لبنان 2006 كنا من يمكن أول منظمة غير حكومية تتوجه للأماكن المتضررة نتيجة الحرب. وفي 2009 حرب غزة، وأخيرا الحين مع الأزمة الحزينة اللي قاعدين يمروا فيها أخواننا السوريين. إذن نبقى مع هذه الأزمة، كيف تتم عملية توزيع هذه التبرعات التي تأتي ضمن هذه المبادرة؟ ما هي الجهات وما هي يعني الوجهات التي تركزون عليها في توزيع هذه التبرعات؟ تمام. إحنا عندنا ثلاث أهداف بالنسبة للأخوة السوريين. الهدف الأول هو الإيواء، علاج المصابين، والوصول لأماكن المنكوبة داخل سوريا. وهذه بالنسبة للإيواء والعلاج تتم في الدول الثلاث المحيطة بسوريا، وفي مقدمتها الأردن. وأقول في مقدمتها مش لأن حضرتكم يعني تلفزيون أردني، لأن الأردن فعلا في مقدمة الناس اللي مدوا إيدهم وصار بيننا الاتفاق على فعلا أنه نعمل شيء مشترك. نعم. طب الحديث عن توزيع التبرعات داخل سوريا، ما هي الصعوبات التي تواجهكم مع العلم أن الأمم المتحدة طالبت بفتح ممرات آمنة؟ صحيح. ولكن برأيك هل هذه المطالبات سواء كانت من الأمم المتحدة أو من غيرها لها نتيجة أو لها أي أثر من جانب النظام السوري؟ أنت مقبلة أنت كنت مقبلة على كارثة إنسانية. الآن أنت جزء من الكارثة الإنسانية، الآن إحنا نعيشها داخل السوري. العدد اللي ينقال هو بين 4 إلى 6 مليون شخص تم تهجيرهم من بيوتهم وبقوا داخل سوريا. نعم. غير 2 مليون اللي في الدول الثلاث. هذول انتشرت بينهم الأوبئة. صحيح. أوبئة أعلنت الأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية قبل 20 سنة بانتهائها، زي مثلا مرض شلل الأطفال أو مرض السل. صحيح. بدأت إذا ظهر حالة واحدة من الأمراض المعدية هذه في أي مكان سوف تنتشر وتعود. صحيح. الكارثة على الدول المحيطة. الأوبئة هذه واحدة من الأمور، لكن عندك الأكباد الجائعة. صحيح. والأجسام العارية، عندك الأعراض اللي انتهكت، عندك الناس اللي هدمت بيوتهم. صحيح. يعني نقص المياه، نقص الوقود، كارثة إنسانية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني. طيب خلينا نتحدث قليلا عن الأزمة السورية. برأيك إلى أين تتجه سوريا بهذا الصراع الذي طال وطال بين النظام وبين أحزاب المعارضة؟ إذا ما في رغبة دولية لإنهاء الصراع لن ينتهي.
نعم. ما في توافق دولي على هذا الموضوع. هذا التوافق الدولي أنا ماني شايفه موجود. دول إقليم ترغب في إنهاء هذا الصراع بأقوى، لأن هي الدول المتضررة صحيح. وهي الدول اللي قاعدة تعاني. دول في المستوى العالمي ماني شايف فيه توافق. السر في عدم وجود التوافق هو مفتاح الأزمة. نعم، طب كيف تنظر إلى الدور العربي بحل هذه الأزمة أو ب يعني للأسف مرة أخرى متأخرين. الآن لما تحلي يعني زي المرض، لما تجي في البداية غير لما تجي في الوسط غير لما تجي في النهاية. احنا الآن لا أعلم هل احنا في النهاية أم لا، لكن احنا في أكيد تعدينا مرحلة البداية، مرحلة متقدمة، وبدأ التدخل، لكن التدخل حتى مش تدخل توافقي. يعني الدول العربية حتى هي مفترقة في التدخل في الشأن السوري. يمكن الارتباط الأردني السعودي وأيضا وجود الأمارات، هذا الارتباط الثلاثي التنسيقي المبني على نوايا صادقة، هو أكثر جهد عربي يجعلني متفائل. طيب سأتوقف عند الأردن قليلا. الأردن دائما تستضيف اللاجئين والخارجين من أزمات غير سوريا، كان لها يعني كان لها تجارب أخرى. بالحديث عن سوريا واستضافة الأردن لهذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين، كيف تنظر إلى الدور الأردني حتى اللحظة؟ دور الأردن المعروف عنه اللي الناس تعرفه أقل بكثير من اللي حاصل في الأرض. اللي حاصل شيء يرفع الرأس. أنا أتكلم من متابعة ميدانية ومن وجودي داخل العمل الميداني، سواء على مستوى الحكومي أو مستوى المنظمات الأهلية أو مستوى الجيش. كل هذا يجسد رغبة الملك في فعلا أنه يعني الأردن يفتح قلبه وعقله لهم، وقاعد يقوم بدور مشرف. وأصلا الأردن متعود على هالأمور هذه صحيح من يوم ما تأسس. يعني هذا 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 يعني هو المكتوب على الأردن، وقاعد يؤدي هذا القدر المكتوب عليه بشهامة وبأريحية، وقاعد يعاني من هذا الدور. ولازم إحنا كأخوة له، سواء كنا عرب أو حتى أخوة في الإنسانية في أي مكان، أن ندرك هذا الدور اللي قاعد يتحمله هو والدول الأخرى التي تعاني أيضا، ويجب الوقوف معها بكل ما تعني الكلمة من معاني. طيب كيف ممكن الوقوف مع الأردن، سواء كان من الدول العربية أو من المنظمات الإنسانية والإغاثية؟ الحلو في الأردن أنه مرن في طرح الأفكار. أنا أتصور أنه لو يجي الأردن على شكل مشروعات متفرقة مثلا، يقول يمسكها على شكل قطاعات ويأتي للدول، والأردن مش قاعد يطلب مساعدات يعني أحادية الجانب، ممكن يكون فيها ثنائية مشتركة ويطرح أفكار من هذا النوع لبعض الدول عشان يوضح لهم أنهم لهم مصلحة مشتركة، سواء في قطاع الطاقة، في قطاع الأعمال، سواء في قطاع الإغاثة. أنه أنا أتصور لو هذا الأمر تحرك أكثر حيكون كثير من الأيدي ستقف مع الأردن وبشكل جدي وصادق. خلينا ننتقل للحديث قليلا عن مسيرة الإصلاح التي يشهدها الأردن هذه السنوات. يعني ما رأيك بسير هذه المسيرة الإصلاحية؟ تمام. أنا أقدر أقول أنه هي تلخص كلمتين: هل في رغبة وهل في قدرة. نعم. إذا ما في رغبة في الإصلاح أو التجديد، هذه بحد ذاتها كارثة. في الأردن موجودة الرغبة، نعم، واضحة جدا. الآن نجي على القدرة. القدرة تشمل الحوار المجتمعي، التوافق، تحويل هذه الرغبة إلى آليات تنفيذية. هنا الإنسان يبدأ يطبق تجربة إنسانية قد تكون صح في بعض الأمور وقد تكون خطأ، لأنه إنسان تجربة. صحيح. فيجب على كل تجربة أردنية ناجحة وصادقة أن تنال التشجيع من الناس والوقوف بجانبها، لأنه في رغبة. وإذا ما كانت التجربة كافية أو كانت تحتاج إلى تطوير، نعم، يحلها الحوار عن طريق المؤسسات اللي أنشتها الدولة، سواء البرلمان أو الآن في شيء على مستوى المحكمة الدستورية العليا في حال إذا اختلف البرلمان، نعم، على أشياء معينة، وبالتالي تتطور. أما إذا خرجنا من هذا،
حنقع في نفس الفخ اللي وقعت فيه دول عربية أخرى وترجع الأردن 40 سنة للوراء. طيب سمو، نبقى مع المملكة العربية السعودية والتي اعتذرت عن مقعدها في مجلس الأمن، برأيك ما هي الرسالة التي أرادت أن توصلها، وهل حقا استطاعت أو إيصالها؟ يعني أتصور رسالة وصلت. أتصور رسالة وصلت. في مثل عربي جميل يقول لك دارك اللي فيه مقدارك. أنا أبقى ضمن دار أو بيت أو مؤسسة عالمية ولا أحس أني قاعدة تولي القدر الكافي لي وأن وجودي مجرد رقم، هذا مزعج وله شيء مريح، خصوصا المملكة لم تنسحب من الأمم المتحدة، بل هي موجودة عضو في كافة مؤسسات وأجسام المتحدة. نحن نتحدث فقط عن المجلس الذي المنوط به تنظيم السلم العالمي، والمملكة وجدت خلل في هذا الجانب، قالت أنا إيش مصلحتي أكون عضو في مجلس لن يحقق السلم والعدالة العالمية، فأفضل أكون برا إلى أن يتم الإصلاحات بالداخل. طيب ما رأيك بترشيح الأردن لشغر هذا المقعد؟ لم أتفاجأ. يعني الأردن والمملكة العربية السعودية هم وجهان لعملة واحدة في المصالح وفي التقاء الرؤى وفي المبادئ، وهذا أهم حاجة. هل من الصعب أن نرى مثل هذا التقارب بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية مع باقي الدول العربية؟ عندك مثلا لا مش صعب، أكيد ممكن يصير، بس لازم يكون في الإحساس أنه اللي يضرك يضرني واللي ينفعك حينفعني. صحيح. ومن يوم حتبدي بالإحساس هذا أنه يسمونها الوين وين جيم، أنه اللي يجيك يجيني واللي يضرك يضرني، هذا الإحساس إذا فعلا زي ما هو موجود، مش أني أنا أشتغل معاك علنا وفي السر أروح أشتغل بطريقة أخرى، كذا ما حتقدر تبني الثقة بين الناس. في المملكة والأردن هذا الشيء الحمد لله موجود، مع الأمارات، مع عدة دول خليجية أخرى كمان. بحرين، الكويت. هذا الجهد لابد أنه إذا حبينا أنه يشمل المنطقة كلها، أنه يعني من آمن بهذه الأفكار فأهله وسهلا فيه. صحيح. سموك، ننتقل للحديث قليلا عن قضية فلسطين والتي غابت عن الأنظار في خضم ما نتابعه من أحداث سواء كانت في مصر أو تونس أو ليبيا أو سوريا، أين هي قضية فلسطين اليوم؟ للأسف الاهتمام بالقضية فلسطين بدأ يقل من, من, من طرفنا إحنا. في الأساس كانت هي قضية إسلامية ولا لا؟ صحيح. بعدين صارت قضية إسلامية وعربية، قضية المسلمين والعرب، بعدين صارت قضية عربية بس، بعدين حين صارت قضية فلسطين وليس حتى القضية الفلسطينية. يعني وإحنا نتحمل دور يعني فيها، ما نقول نتحمل كل الدور لأنه في حتما في تواطؤ عالمي لعدم إنهاء هذا الملف بدون أدنى شك، يعني بعض الدول في العالم لمصالح متعددة، ولكن إحنا نتحمل دور إنه خلينا الاهتمام يقل. نعم. هل لها فلسطين أي نصيب من المشاريع التنموية أو حتى من مبادرة نلبي الدناء؟ ونحن نعرف أن كان لها كان لكم يعني مشاريع في فلسطين وفي غزة بالتحديد. طبعا من ناحية المملكة اللي إحنا كلنا يعني في مظلتها، تعرفي دور السعودي. صحيح. في دعم في هذا الجانب، هذا مستمر ولن ينقطع في كل الاتجاهات مع الجهة التي اختارها الشعب الفلسطيني وممثل الآن بالسلطة الفلسطينية. صحيح. من ناحية الوالد أيضا له دور أساسي في داخل فلسطين من خلال بنوك الفقراء، واللي على فكرة موجود منها فرع في الأردن، وأيضا الجامعة العربية المفتوحة اللي حين فتح لها فرع في. نعم. من ناحية مبادرة نلبي النداء لها جهد متواضع أثناء الانتفاضة الفلسطينية، عدة أمور، وفي الحرب اللي الأليمة اللي وقعت على أخواننا في غزة في 2009 كان عندنا شغل كبير في هذاك الجانب أيضا. الحرب الطائفية التي بتنا نشهدها في كل بلد، يعني ألا تعتقد أنها سبب ومحرك رئيسي للتمزق العربي الذي نشهده هذه الأيام؟ الطائفية إذا كانت ضمن التمايز الإيجابي. نعم. يعني بين فئات المجتمع فهذا مهم لوحدة. نعم. المجتمعات. نعم. ومهم لدرء الأخطار عنها. نعم. لكن إذا تحولت إلى بدل التمايز للتمييز الطائفي اللي هو بين طائفة وأخرى وإطلاق النعرات، سيصبح أداة
لتحديد وحدة المجتمع وتفريق الأمور. إحنا للأسف أنا شايف اللي منتشر هو هذا. فيجب على العقلاء من الطرفين أنهم يعني يدركوا أنه حيكون الخاسر اثنين في النهاية. صحيح. الآن المتطرفين في جانب أو في آخر يعتقدوا بأنه هذا سيؤدي إلى هيمنة الطرف إلى آخر وبالتالي هذا مش صحيح، والتاريخ علمنا لابد أنه تأتي إلى مرحلة أتمنى يكون فيها تصالح صلح تاريخي لمصلحة منطقتنا مثل ما حصل في دول مجاورة. نعم، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك صاحب السمو الملكي الأمير التركي بن طلال، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.